طبعا. النهارده الناس اللي بتتكلم هو مين اول محاسب بيحاسب النادي الاهلي وقدرته ولاعبيه واجهزته الفنيه؟ مين يا فندم؟ الجمهور. الجمهور. نعم. عشان دايما احنا لما بنقول النهارده الجمهور رقم واحد يقول لك انتوا بتستغلوا مشاعر الجماهير، اقسم بالله ابدا. نحن نخشى ونخاف على اولادنا اكثر من اي حد. وكثيرا قلنا هذا الكلام، ويا جماعه دور النادي الاهلي، دور النادي الاهلي التوعيه. وهناك ادوار اخرى لمؤسسات اخرى يجب ان تقوم بها تجاه شبابنا في المجتمع. نعم. ده الاساس. خلاص. طيب مين بيحاسب النادي الاهلي ادارته ولاعبيه واجهزته الفنيه؟ جمهوره. جمهوره. نعم. جمهورك النهارده اللي شالك على كتافك، على كتافه، وبيهتف باسمك، بعديها هو اللي بيهاجمك وهو اللي بينتقدك، وهو وده حقه، لان هذا هو الجمهور وحق طبعا. جمهور اي نادي شعبي. لان انا النهارده لو انت حضرتك لاحظت وانتوا بتتابعوا هذا الكلام، وانت عشان لاعب فحاسس باللي انا بقوله طبعا، وهم الجماهير والاعضاء الجماعيه وما عارفين ده كويس. النهارده ما بقول جمهور رقم واحد ليه؟ الجمهور ده بكل فئاته. لا يا فندم. الوزير والغفير والعامل والراجل الاعمال والدكتور الطبيب الضابط، كل الفئات على مستوى الانديه الجماهيريه. خلاص. يمكن النادي الاهلي حظه، ودي لازم نعترف بيها، اللي انت الاكبر شعبيه عربيه افريقيه محليه. مش هنضحك على بعضينا لان هي دي الحقيقه. دراسات ده حقيقه وواقع اتعملت في هذا الكلام. حاولوا يقولوا اي حاجه تانية، الاكثر اللي الناس كمان استعجباه، واللي انت النهارده دي قضيه ليست قضيه النادي الاهلي فقط، دي قضيه المجتمع. اللي هو اكتشفوا اللي هناك مجموعات كبيره جدا، خلاص، بجميع الفئات، كبير وصغير وشباب ودكاتره، بيحبوا النادي الاهلي وانتموا للنادي الاهلي اكتر من اي حاجه. فدي مشكله، بس دي مش مشكله النادي الاهلي، دي مش مشكلتنا كلنا كمجتمع. ازاي توصل له للنادي الاهلي من غير دولته المصريه؟ يا ابني مش هتلاقيه، مش هيبقى موجود يا فندم. النادي الاهلي دوره ان الرياضه المصريه تبقى قويه عشان النادي الاهلي يبقى قوي. النادي الاهلي دوره النهارده ان الدوري يبقى قوي، الكاس يبقى قوي، اللي كل الانديه تبقى اقويه. ليه؟ هنرجع بالتاريخ شويه. اتفضل يا فندم. مصر كسبت كاس امم افريقيا كم مره والاعوام بتاعتها كانت ايه؟ 6 8 10. جميل. ثلاث يعني مؤخرا يعني. في هذا الوقت النادي الاهلي افضل نادي. النادي الاهلي وصل يمثل مصر في كاس العالم للانديه كم مره؟ حوالي 4 مرات. اذا النهارده أو 5 مرات. وعشان ما نبقاش احنا اللي بنقول او الناس تدعي علينا، لا دي حقيقه. النهارده المنتخبات القوميه في فتره من الفترات بيمثلها النادي الاهلي، لانه عنده طفره. هناك فتره من الفترات بيمثلها نادي الزمالك، هناك فتره من الفترات كان بيمثلها نادي المقاولين، هناك فتره من وهكذا. فدي الانديه دي اللي بيمثلها في الفتره. ولكن النادي الاهلي كان دايما موجود لان هو شريان الحياه الرياضيه. خلاص. وبدليل اللي انت النهارده كسبت بطولة افريقيا مرتين في وقت كان في توقف للدوري والرياضة المصرية بالكامل. وعلى الرغم من كل ده النادي الاهلي النهارده كسب في الوقت ده، ما كانش في دوري، ما كانش في منافسات، ما كانش في، كله كان متوقف، ولكن النادي الاهلي فقط كان بيلعب في افريقيا، وده كان ارادة ربنا سبحانه وتعالى في ظل هذه الخلافات، فكان هو مصدر السعادة الوحيد للشعب المصري وليس جمهور النادي الاهلي. تعرف انا اتذكر يا فندم ان كتبت الصحف اليابانيه عند وصول النادي الاهلي الى كاس العالم في ذلك الوقت، ازاي فرقه ما عندهاش دوري وتاخد بطوله، ما عندهاش دوري عام محلي وتاخد بطوله قاريه وتصل الى كاس العالم انديه وتؤدي بهذا الشكل وتسمت المعجزه الانجاز.